بالنسبة للإضراب سواء كان القضاة أو غيرهم فهو مضر بمصالح الدولة والشعب. ثانيا القضاء كسلطة هذا يرجع إلى تقسيم مونتيسكيو وجون جاك روسو عندما قالوا أن الدولة هي رابطة قانونية تتشكل من ثلاث مؤسسات أو سلط: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن لاحظنا في عندما جاء الرئيس الجديد سعيد قال إن القضاة لا يمثلون سلطة. لماذا؟ لأن التقسيم الأول هو قديم جدا والتقسيمات ترتقي وتتطور، فالقانون يتطور بتطور الشعوب. القضاة حاليا هم يمثلون سلطة أو قوة أو ناس تستفى أمامهم الحقوق، فالإضراب من جانبهم مرفوض، يرفضه كل إنسان مثقف، والقضاة هم أناس مثقفون، فلماذا يضرون بالدولة أو يحاولون إسقاطها؟ كان بإمكانهم أن يعلنوا إضرابا شفويا ويمارسون العمل، لأن القاضي كما قلت يرعى حقوق الناس ويفصل في قضايا مهمة. الإضراب اللي عملوه غالب ترى إيه يعزلوا بلها بثلاثين للأربعين، والموقوفين اللي بساكر في الحبس سخالة تكل فيها مغادي شو ذنبهم هذوك؟ واللي ما عمل حد شيء وعائلاتها بتشوف شتي للبر، علاش هذا الكل؟ علاش احنا وصلنا لهكا؟ عملت اضراب، اعمل اضراب بعد الخدمه، تعمل في الخدمه انت الاضراب، اعمل اضراب وانت تخدم، لازم تعطل كل شيء. مساكن راه موقف في الحبس راه مساكن بتشوشتين بالسخان، ويعلى بها بربي اللي مظلوم مظلوم واللي غلط غلط وتشوشتين وكذا. المواطن ديما يدفع، والمواطن ديما هو الضحيه في كل الازمات وفي كل المواضيع. لذا انا اوجه رساله الى الساده القضاء القضاة النزهاء ان لا ياخذوا بهذا الموضوع ماخذ جد ويرجعوا يباشروا الاعمال نتاعهم حتى تكون هك الثقه ما بين المواطن وبين القضاء. ولا عاش في تونس من افسد فيها، الفاسد يلزم يحاسب سواء قاضي أو أي قاضي أو مهما كانت رتبته وكانت صفته. القضاء يلزم يحاسب الفساد والفاسدين سواء من القضاء أو من غير ذلك، وبذلك تستقيم تونس وتسير إلى 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 الطريق السوي. أنا شخصيا يعني كمواطن تونس على مستوى العائلة الموسعة عندي برشا ناس تضروا من الحكاية هذيا، بالحق برشا نساء ورجال وقضايا نتاع طلاق وقضايا ناس هتستنى في تصريح بالحكم باش يخرج من الحبس، وعبيد موقوف على حاجات ما فماش منها حتى حاجة، معناها بالحق فما برشا مشاكل. من هنا نحن نسألوا يعني قضاة اليوم ثلاثة جمعات والرئيس مش باش يسمحهم، على خاطر الرئيس واثق من روحه اللي هو ما خلفش القانون واللي هو طبق القانون. شنو تحب معناها أنتم كقضاة؟ تحبوا الرئيس يخالف القانون ويعيط لكم وجهه نتساوموا وهو عفى الله عما سلف وعيشوا عيثوا في البلاد فساد؟ ما نصورش كان رئيس دولة باش يعمل هذايا، خاطرك باش يعمل هذايا معناها حل حرب على الشعب التونسي، وهذا ما يعقلش. اليوم معناها أنا نراه فيه معناها هذا إضراب غير قانوني. إضراب القضاة في قصر العدالة نعتبره أنا ماهوش عدالة، باعتبارهم هم يمثلوا العدالة لكن ما مارسوش العدالة، ما نظروش للغير اللي هما في حاجة باش يتحكموا في قضاياهم، وإنهم هما مرهونين في كلمة من عندهم هما، لذا نظروا كان مصالحهم هما، وهذه أنانية وهذه مش وطنية، والمفروض إنهم ينظروا مصلحة الشعب باعتبارهم هما مثل الشعب وقضايا الشعب في ايديهم، ومش الكل مش الكل لكن جزء من الشعب المحتاج ليهم في وقت الراهن، خاصة في البريود هذه فسخانة وجاية العطلة نتاع العطلة نتاع القضاة، لازم إضراب ولازم تجي باش يمتوا بعطلة، أين العدالة؟ كيف نكون أنا مثلا كيف يطردوا لي زملائي من الخدمة؟
شنو المطلوب مني مثلا، شنو الحركه اللي لازمني نعملها. صحيح تعطيل، لك شكون كان فيه سبب التعطيل؟ كان فيه سبب رئيس الدوله. رئيس الدوله ماهوش معقول بطريقه معناها عشوائيه نقوم نصبح الصباح نعزل، ماهوش هذا. ما نلوموش بورقيبه كي كان عمره 91 عام، يودي تعزل، تقوم تعزل، تصبح تعزل، ماهيش طريقه هذه. طريقه اي انسان عنده ملف يتعدى العداله، اما انك انسان يخدم تعمل لك تعزله 57 تو جماعه غايرين على ما عادش فيها تو مصالح، ناس غايره على غدو. يقول لك انا غدو، انا هذوكم 57 اليوم غدو 57. لكن هنالك حديث عن ملفات فساد، يعني ملفات الفساد عندنا دوله القانون والمؤسسات. دوله عنده ملف تعديه للقضاء، طلع 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 مدان تحاسبه، ما تلموش بطريقه ما تشد الدار وبعد تعمل. انت كي عنده ملفات حطيته في الحبس، شو تحطه في الدار؟ ما عنده ملفات وعندك عليه دليل، حطيته في الحبس، شو تحطه في الدار؟ ما يلقى ما ياكل ما يشرب. هذا ماهوش معقول بصراحه. ضد ان تعطيل مصالح الناس، اما مش معقول انه معناها انسان تاع يعمل يعني يصبح قاعد في الدار، لا عنده لا باش ياكل لا يشرب، ياكل صغار ولا خشبي. القضاة شكون هما؟ مو توانسه احنا. نتسائل علاش هما كانوا يخدموا في خدمهم؟ معناها قضاة تونس كانوا يخدموا في خدمهم معناها من عام 78 لتو يخدموا، معناها قاعدين يخدموا. انا كمواطن شك. انت تقول الاف 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 القضايا راقدة تبقى حتى بالعشرين سنة اللي يتيح عليها الحكم وتمشي على روح، شنو جديد؟ ما فهمتش. مو كي احنا سيفري هي تونس، معناها تونس الكل. انا بيدي راني فما حاجات معاه الرئيس وفما حاجات ضده كمواطن، خاطر كل ما يزيد يقدم كل ما يزيد يغلط، وهذاك هو. كل انسان ماهوش معصوم من الخطا، وهو ماشي ومشي يزيد يغلط. اما في الكا هذايا شنو معناها؟ سامحني، احنا رانا تحب ولا تكره في العشر سنين هذوما، بالنسبة لي نشوف في أنا نشوف في القضاة مألهين. ممكن الحاجة اللي ما بالرسمي ما تعلنتش في العشر سنين هذوما اللي احنا نولوا نعبدوا القضاة. عندما يضرب القاضي فالمصالح تتعطل من حقوق. هنالك تقريبا آلاف مؤلفة من القضايا لم ينظر فيها، من سينظر فيها؟ فهم القضاة هم الذين ينظروا في هذه القضايا ويحاولون فصلها. ولذا أنا شخصيا أنادي بعدم الإضراب سواء كانوا قضاة أو غير قضاة. مشكلتهم هم حربتهم ضد القانون، ضد تطبيق القانون في البلاد. ما ديما يرجعوا للمواطن ويعفسوا على المواطن ويضغطوا على المواطن. ليش؟ مفهومهم للمواطن التونسي وأنه أخي نقول تو يترشق، على شكون باش يترشق؟ على الحاكم اليوم، يعني على قيس سعيد. هم الهدف نتاعهم يحبوا يحرضوا الشعب التونسي على الرئاسة وعلى المنظومة الجديدة نتاع 25 جويلية. فهذه طريقة معناها وهذه أسوأ وأبشع وسيلة يستعملوها معناها الناس في مستوى قضاة للأسف. ذوك يعملها حزب سياسي، والله نسمع مستوياتها ما تكون منحطة، أما قضاء راهي من أرقى ومن أرفع المستويات في البلاد. مفروض كيفاش يوصل للمستوى ذا معناها ويدمر الشعب التونسي ويدمر مواطن تونسي ويدمر مصالح الدولة التونسية وخاصة المواطن. خاطر أنت ماكش مش ضر الدولة في حد شيء. الرئيس قاعد يخدم على روحه، الحكومة تخدم على روحها، وأنت راقد في دارك. شكون مضرور اليوم؟ المواطن البسيط، يعني حتى المواطن اللي لاباس عليه واللي عنده فلوس أكيد ما عندوش قضايا وما عندوش مشاكل في المحاكم، لأنهم أصلا ما يدخلوش الحبس الناس هذوك.